إن شاء الله. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العريش. بطبيعة الحال كنشكر الإخوان اللي غادي يقدموا نصائح مهمة بطبيعة الحال للمسافرين والناس اللي مقبلين على السفر. أكيد أن الصيفية بطبيعة الحال الكل كيعشق أنه يسافر ويمشي يدي الوليدات يبحر ولا يسافر يكتشف طبيعة الحال المناظر الجميلة اللي كاين بالمملكة ديالنا بطبيعة الحال المغربية. قبل ما يسافر الإنسان ما عليه إلا أنه يراقب السيارة ديالو بطبيعة الحال، وأن مجموعة ديال الحوادث السير اللي كتوقع بسبب عدم المراقبة ديال السيارة. معنا أخصائيين بطبيعة الحال في المجال ديال الميكانيك اللي غادي يعطيونا وغادي يقربونا بطبيعة الحال من أهم الأشياء اللي خصنا نقلبوها قبل ما نسافروا. معلم السلام عليكم. السلام عليكم، شكرا الاخ محمد الصحفي ديال شوف تي في. شنقول لك مرحبا بك عندنا في الحمد لله الاخ عبد الله استضفنا بعد باش درنا هذا البرنامج. اهم الحوايج اللي كنقولوا الانسان اللي يقلبهم كما اهم حاجه هي الوريقات اللي بلا ما نهضروا عليهم. من بعد واحد ثاني ان شاء الله كيقلب الروايد، فهمتي كيفاش الروايد، الحاله ديال الطوموبيل اللي كيديرها من برا، من كما كنقول قبل ما يسافر، يعني اهم حاجه يقلبها هي السياره ديالو. هي السيارة ديال الامان ديالو ماشي قد الحال، السيارة ديالو يعرف الإنسان فين غادي يمشي. واحد ثاني وكما كيقولوا الوقت هو أهم حاجة. الإنسان بيخرج من شي يخرج بالليل، يخرج الصباح بكري، الإنسان كيصلي الفجر وكيخرج، بعد ديك الساعة كيقلب بحال الميكانيكية، بحال شحال الميكانيكية، بحال دابا كما كنقولوا. آخر شي شنو من الحوايج اللي كيتقلبوا في الطوموبيل؟ مثلا اول حاجه السلام عليكم، كي داير مزيان؟ اول حاجه كنبداو بها هي الاضواء ديال السياره، بعدا هي اهم حاجه الخارجيه. كنبداو عاوتاني كنقلبوا الزيت ديال الموتور. بحال دابا الحوايج اللي كنقلبهم شحال ضرب ديال الكيلومتراج ديال هاد الزيت، او واحد ثاني كنقلبوا المينيموم والماكسيموم. كيكون ها المينيموم ديالو ها الماكسيموم. ها دابا سي محمد، دابا هنايا دابا في نافيت هذه الطوموبيله من النوع ديال فولكس فاجن، يعني الزيت راه كان من هنا كيكون في المينيموم، راه كان هنا كيكون في الماكسيموم، راه كان بين المينيموم والماكسيموم الامور مزيانه. كان خايف من الماكسيموم راه خايبه، ولكن تحت منه راه كيكون هذاك. وعاد واحد ثاني كيقول لك كيدي عند اختصاصي هو اللي كيقلب المسائل ديال هذا. من بعد الزيت شحال المده ديالو، شحال الكيلومتراج ديالو، كل زيت والمده ديالو شحال كيضرب. ومن بعد ذلك قالت الا كان قالت الا انت كتقلب الزيت الطوموبيل تكون ديماريا، الطوموبيل تكون عوجه، يعني الكوره لا تكون الطوموبيل مقاده في حاله ما تكونش عوجيه الميول ديال اللور ولا القدام، وعاد تكون الطوموبيل يعني ساكته في الصباح من قبل ما يديماري الطوموبيل يقلب الزيت ديالو، وعاود يقلب الماء. الماء ضروري الماء سي محمد، وحتى ثاني كيقلب الماء حتى ثاني. كاين هنايا المينيموم، اي طوموبيل كيكون عندها كيكون عندها المينيموم ديالها وعندها الماكسيموم ديالها. كيقلب المينيموم والماكسيموم ديالها وكيقلب الحاله ديال الماء، واش الماء نقي واش موسخ. دابا اغلبيه ديال الحديد كيمشي لهم هذاك النوع ديال الواحد البياسه كنقول لها فريجيديره، الماء كيولي كيتخلط، كيتخلط الزيت مع الماء، والانسان ما كيعرفش كيقلب غير كيشوف غير الزيت والماء، ولكن ما كيشوفش اللون ديال الماء كيفاش ولا. باش كتنصح كاين الناس اللي كتدير الماء، عاود ان كاين الناس اللي كدير الماء، وكاين الناس اللي كدير كما كنقولوا يعني بحال سيدي علي سيدي حازم، وكاين الناس اللي كدير عاوتاني ديك الماء ديال الرادياتور اللي كنسميوه. شتي دابا دابا لونتيجين فيه بزاف ديال الحوايج. دابا لونتيجين ولا واحد هذاك بحال كنقولوا غير الماء والزغاريد، كيدير غير اللون، هذاك بالعكس هذاك كيخرج على الطوموبيله. الماء خصو الانسان ياخذ شي حاجه مزيانه، فهمتي كيفاش، يعني تكون كاليتي. الا في حاله راه ما كانش عنده بلا ما يدير هذاك الماء اللي رخيص، يدير الشيء يدير غير كما قلت غير الكميه المعدنيه اللي مصفيه، داك الشيء احسن ما يدير ديك لونتيجين هو رخيص. وهذا هما الحوايج هذاك. وكاين واحد كيقلب كما هذاك الحاله ديالك، من الاحسن الانسان يدير الميكانيك، فهمتي كيفاش. كاين اللي حضروا ما في هذاك الميكانيك ديال يديها الميكانيك. وكاينين دابا الحمد لله كاين سيرفيس رابيد وداك الشيء كلشي موجود الحمد لله.
ويعرف فين الانسان فين يديها، كيقلب هذا كيقلب وحدات السكور. وكما كنقول لك اهم حاجه، اهم حاجه هو الانسان يخرج بالنهار ما يخرجش بالليل. واخا خاي سعيد دابا كنشوف ان الجاليه المغربيه قبل بحال كيدخلوا، كاين اللي كيبقى اون بابلو تورو، كاين اللي كيبقى طبيعه الحال حاصل في الطريق ناسيونال، كيجيو الناس ديال الديباناج، كاين بعض الشلاهبين اللي عندهم توقيت الله يسلمك. واش غنقول لك دابا غير مؤخرا والله العظيم واحد الدري عيطي غير هذا الصباح، كان دابا تقريبا هذا يومين كان هو من هنا من المغرب طلع بحالته على اسبانيا. اش غنقول لك في الطريق ديال هو غادي لبرشلونه، في الطريق ديال مالاكا دخل واحد ستاسيون باش يرتاح، اما كيجي كيفيق تلقى كريسه وتما. يعني جا نهار قال لك هرسوا له الجاجه، ما عرفش شي خمسه بالطونوبيل، قال لك داو له كامل، داو له الوريقات، داو له كل شيء، مسائل كامله. الانسان ملي كيكون جا يحاولوا يجوا جروب، فهمتي كيفاش، ما يجيش يجي واحد بوحديته وما يدخلش شي ستاسيون خاويه. يعني ملي يجي يمشيو هما بجموعه، والستاسيون اللي كتكون عامره. دابا كنهضر على الناس اللي كيكونوا في الجاليه، اما حنا في المغرب حنا الحمد لله ما عندناش مشكل، ما عندناش هذا المشكل ديال الكريساج داك الشيء في الطرقان داك الشيء. الانسان فعلا برا ملي يدخل، يدخل شي ستاسيون تكون عامره، ولا يمشي شي لوطيل، فهمتي كيفاش. ها هو دابا كما قلت السيد والله العظيم دابا كيقول لك ناوي غادي يطلع 15 يوم غادي يجي، قال لك دابا مشاو له الوريقه، مشاو له بيرمي، مشاو له الوقت ديالو كامل. هو دابا تقريبا كان ناوي غادي يطلع وغادي يجي، صدق هو مسكين هكاك. الانسان من هذا كيعرف ياخذ الحيطه حاضر من هذه المسائل، فين يباركي، فين غادي يمشي. وكما قلت واحد هذا كاين كاين الميكانيكوس، الحمد لله حنا دابا في العرايش ميكانيكوس الحمد لله متمكنين دابا الحمد لله، ما بقاوش عندنا ديك المشاكل ديال هذاك الشيء. دياغنوستيك ولا موجود، ديالنا حنا فريض الله حفظت شي واحد طلع له شي سيرو ترى شي حاجه، مشات له شي حاجه، الحمد لله الدراري قراو، الدراري دابا صغار تبارك الله وصلوا عليه، كنتو الشباب كاملين حاصلين على الدبلومات ديالهم وداك الشيء. هادو هما الحمد لله ما بقاوش كاينين شي واحد الله يسمح لنا منهم، هذاك الانسان اللي كيدي ديباناج كيديها لشي ميكانيسيان، وهذا الميكانيسيان شنو هو كان بحال اللي كنقول له دير يدو مع الميكانيسيان شي حاجه، كيمشي كيتعدى عليه الانسان من واخا يكون ديباناج غادي يديك شي بلاصه كيزيد عليه الثمن، وبالصبر غير يصلح له شي حاجه. الثمن ماشي مهم، الانسان هو الله يحفظ ما كيصلحش له مزيان، وكيعاود واحد ثاني يخسر جوج خسرات. ملي كيمشي كيمشي الانسان للمدينه ديالو كيقول له راه تعدى عليك وهاش كاينش كاش كاين، يعني كيخسروا السمعه. دابا حنا الحمد لله هنا كجمعيه الميكانيك والعرائش هضرنا مع جمعيه صناعيه باش كناخذوا كنهضروا معاهم قبل ما كتدخل الصيفيه، كتكون شويه ديال الاكتظاظ كتدخلوا عندنا كنديروا لقاءات مع جميع هذاك. الحمد لله هضرنا معاهم وقفوا مشاكل صلحناهم وداك الشيء. دابا كامل الانسان بحال هكا ما يخافش بالنسبه للعريش، الله يحفظ راه وقعت شي حاجه ولا شي ميكانيزي شي حاجه، كيجي عندنا حنا صحاب الجمعيه كناخذ له الحق ديالو كامل بلا حتى شي حاجه بلا داكشي. واخا السعيد رجع قد تلقى الميكانيزم ديال السياره بطبيعه الحال، بالنسبه للاطارات او العجلات كيفاش خصهم يكونوا؟ كاين اللي كيغامر براسو انه في الصيفيه الروايد مفتوحين وكيمشي بهم او ما منفوخوش مزيان بطبيعه الحال. والاطارات والعجلات اخي محمد راه بزاف ديال الحوايج، الانسان غير بعد النوبات كيشوف غير الشكل ديالهم كيصحابهم مزيانين. هما اطار العجلات راه كيضربوا واحد السنين، ملي كيضرب واحد السنين راه بحال هكا راه خصهم يتبدلوا. راه كتبان لك الرويضه باقا مزيانه وكل شيء، وهي ملي كتضرب كيلومتراج الطوموبيل بحال دابا اللي ضربت ربع سنين راه صافي الرويضه راه خصهم يتبدلوا، الانسان كيبقى غادي هذاك. وملي كيمشي واحد المده بزاف مع الحراره وداك الشيء الرويضه كتمشي، يعني تقريبا الانسان خصو يضرب واحد المسافه شي 200 شي حاجه ويرتاح، خلي واحد ربع ساعه باش الرويضه يبردوا شي شويه وداك الشيء باش الانسان كيمشي. علاش كنقول الانسان ينوض بكري وراه في العشيه، يعني ماشي تايد الله من حال. هادو هما الحوايج الاطارات راه هما تقريبا العبار ديال جوج ونص ثلاثة ولا اغلبية تقريبا على حسب الحالات اللي كلشي جوج ونص هما اللي كاينين. الحمد لله راه ستاسيونات كاملين كاينين هنا في العريش، كاملين عندهم داكشي اللي كيعبروا مزيان وداكشي. ومن ناحية تالك ديال الهبريد داكشي كاين في ستاسيونات كيقولوا شي حاجة. كيفاش كتصير الطوموبيلات ديالو في الطريق كيكون غادي مع العائلة؟ كيكون غادي مع الدحاز مع واحد ثاني العقابي، هنا انت كتعرف مدينة الشمال كاين العقابي بزاف، الانسان كيتسم غادي وعاد الوقت هو اللي كان اهم حاجة، كيتسم غادي كتسخن له الطوموبيل بزاف ديال الحوايج. الحاله اول حاجه كيروم اليمين مزيان وكيشوف شي بلاصه وكيدير كيلبس الجيلي ديالو هو اول حاجه، كيدير لك البلاكه ديال اون بوان وكيعيط لاسورانس ديالو، لاسورانس ديالو باش ما كيبقاش يضيع الوقت وكيضيع داك الشيء. لا ضروري اهم حاجه اخي محمد هو الانسان ملي بغى يحل هاد الغلاقه هادي يحلها شويه سخونه، شي راه حل الله يحفظو هي سخونه الطوموبيل تكون ضربه هذاك كترجع له الماء. يعني الانسان خصو يخلي الطوموبيل قليله واحد 10 دقائق ربع ساعه تبرد الطوموبيل شي شويه يخليها شي شويه تنفس ويهبط هذا الجاج، فهمتي كيفاش. ملي حل هذه الغلاقه بشويه وملي بغى يزيد الماء تتكون الطوموبيل امرش، ما تكونش الطوموبيل بارده، يزيد الماء مزيان. الانسان ضروري يهز مع الماء مزيان كيخويها كيخوي شويه الماء على الراديتور باش تبرد الحراره ديال داك الشيء صافي. ديك الساعه الانسان كيتوكل على الله، ما كانش راه كيعيط لاسورانس، لاسورانس راه ما كيعيط ولا تقاتل
الحمد لله لاسورانس في المغرب راه مابقاش عندنا مشكل بحال شحال هذا. لاسورانس كيقربك اول حاجه على حساب كان شي حاجه بسيطه كيدخلك اقرب مدينه، وكانت عندك العائله وعندك وليدات راه كيجيب لك حتى الطوموبيله. شكرا بزاف على التعاش والكلمه الاخيره تبارك. هو شنو نقول لك، الانسان ملي هذاك كما كنقول لك نهضر مع الانسان ديال جمعيه مكركب بالنسبه للعرايش، يتهلاو في هاد الناس اللي كيدخلوا عندنا بالنسبه للناس ديال السياحه الداخليه ورا الخارجيه الناس ديال الجاليه وداك الشيء. وحنا دابا كما كنهضر كنقول لهم اعتبروهم كليان ماشي انسان جاي باساجي وداك الشيء، باش نحافظوا على السمعه ديال المدينه. الحمد لله العرايش راه غادا السمعه ديالها مزيانه من ناحيه ديال الميكانيكوس والغوايد وكل شيء. ونتمنوا غير الخير ان شاء الله والسلامه لكل شيء خير. شكرا شكرا. شكرا اخي محمد.